في محافظة المنوفية بيشارك حوالي 3500 طالب في مسابقة الشهيد عمر القاضي بطل الدفاع عن كمين البطل 14 لحفظ القرآن الكريم. المسابقة دي بيتم تنظيمها داخل منزل الشهيد عمر القاضي، بيكون في حرص من معظم الطلاب الحافظين لكتاب الله على المشاركة في هذه المسابقة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف الأستاذ محمود القاضي ابن عم الشهيد عمر القاضي. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا مصر، اهلا بيك. لو توصف لنا يا فندم كواليس اللي بيحصل داخل اطار مسابقه الشهيد عمر القاضي، خاصه انه تم اختيار منزله لاحتضان المسابقه. والله يا فندم احنا من 3 سنين وجات لنا فكره من كلمات عمر القاضي الشهيد عمر القاضي في بطل كمين 14 يوم عيد الفطر المبارك 2019. عمر عليه رحمه الله كان مثال الواجب والشهامه والبشاشه في حياته، ولما ربنا اختاره للشهادة كان مثال للتضحية. جات على لسانه قبل في لحظات استشهاده الأخيرة كلمة ما تنسونيش يا جدعان. فمن كلمة ما تنسونيش يا جدعان وقولوا لأمي إن ابنك عاش راجل ومات بطل، خدنا كلمة ما تنسونيش يا جدعان وحبينا نقرن اسمه عشان يهنيه موجود للذكرى للأجيال الكتيرة اللي جاية إن شاء رب العالمين. وفكرنا إن احنا نربط اسمه بشيء مقدس، وطبعا ما فيش أقدس من كتاب الله سبحانه وتعالى. فبدأنا ان احنا نعمل مسابقه لحفظ القران الكريم، وعاوزين نوصل ان شاء الله رب العالمين بيها في يوم من الايام للعالميه باذن الرحمن ان شاء الله. والمسابقه دي طبعا سنة على التوالي. مكمله بقى المسابقه دي ان شاء الله، مكملين دي ثالث سنه لينا على التوالي، وما شاء الله كل سنه بنتوسع جامد جدا. ما شاء الله السنه دي جاي لنا ناس من الدول العربيه، جاي لنا ناس من الجزائر، وفي حد من العراق، وفيه من سوريا، وفيه من اليمن، وطبعا من كل مختلف محافظات الجمهوريه السنه دي ما شاء الله رب العالمين. يعني المسابقه ما شاء الله كل سنه بتتطور عن السنه اللي قبلها، لما احنا ان شاء الله رب العالمين بنحلم ان احنا نوصلها للعالميه في يوم من الايام باذن الله. باذن الله. طب يا فندم اختيار لجنه التحكيم بيكون عامل ازاي؟ يعني اختيار لجنه التحكيم من المشايخ والمشرفين؟ والله احنا عندنا مجموعه من اعضاء لجنه التحكيم، مجموعه متميزه جدا من ائمه الازهر الشريف واساتذه في جامعه الازهر، ومجموعه من ائمه وزاره الاوقاف، وطبعا حاطين في اللجنه معايير محدده بحيث ان يكون في عداله مطلقه وشفافيه مطلقه ما بين كل المختبرين، لان الاختبار بيبقى غالبا شفوي فبيختلف من شيخ لشيخ، لكن احنا عشان مراعاه للعداله والشفافيه حاطين معايير كل الشيوخ ماشي عليها او كل الاساتذه اللي هم المختبرين بيطبق على كل الطلبه عشان يحصل عداله وشفافيه مطلقه. طيب عدد المتسابقين قد ايه واعمارهم؟ احنا ما شاء الله حاطين شروط في السن، فالقران الكريم كامل والقراءات لا يتعدى ال 20 سنه، باقي المستويات من 20 جزء ونازل لحد 5 اجزاء ديت لا يتعدى ال 15 سنه. تقدم لنا السنه دي 3500 متسابق، ما انطبقت عليهم الشروط كانوا حوالي تقريبا 3120 متسابق. جرينا الفعاليات والاختبارات المرحله الاولى بين ال 3120 متسابق في بيت الشهيد عمر القاضي لمده 10 ايام تقريبا. طبعا ديت المرحله الاولى، المرحله الثانيه ان شاء رب العالمين هتتم يوم الجمعه الجايه باذن الرحمن في منزل الشهيد عمر القاضي للتصفيه النهائيه بين المتسابقين ان شاء الله. كل التوفيق لكم ان شاء الله. الفائزين عندنا 5 جوائز عمره وطبعا في 1001 مكرمين بجوائز ماليه وعينيه محترمه جدا جدا. عظيم جدا. طبعا كل التوفيق لحضراتكم ان شاء الله، سنه عن سنه عدد المتسابقين يزيد. شكرا جزيلا استاذ محمود القاضي ابن عم الشهيد عمر القاضي.